لا شوف الحديث التالي. ايوه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضا العبد المسلم المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئه نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء، فاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئه كان بطشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء، واذا غسل رجليه خرجت كل خطيئه مشتها رجلاه مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. يا الله، ماذا يختلف هذا الحديث في الفضل عن الحديث السابق؟ ماذا يختلف هذا الحديث في الفضل عن الحديث السابق؟ تفضل. تخصيص. أحسن من هيك؟ أيوه، تفصيل. تفصيل. تفصيل الحديث السابق: غفر له ما تقدم من ذنبه. شو هذا التفصيل؟ واحد من يساعده؟ واحد خروج كل خطيئة من كل عضو. نعم، من كل عضو تخرج الخطايا. فواحد أول خطأ بيخطأ في إيش؟ ذكره خرج من إيش؟ من وجهه. طب الوجه بده يرتكب معاصي؟ العينين، مقصود بالعينين به العينان. يا جماعة قاعد ماسك لي خلو، عايش بتتفرج، قاعد عايش تتفرج او بتضيع وقتك في اللهو الباطل تتفرج عيش. قال جيمز. انو جيمز؟ هذا لهو باطل. فتنبهوا اذا في اخطاء في العينين، غير الاخطاء هنا وهناك. وبالتالي المسلم الحريص لا يجعل نفسه في اماكن الفتن، لا يعمل يتكسب ولا يمد يده الى الناس، لكنه يحاول الا يكون في اماكن الفتن. حضرتك شو بتشتغل؟ والله بشتغل ميكانيكي. على الغالب الميكانيكي مش راح تيجي ايش؟ نسوان. لكنه الان في عنده مشكلة ثانية، بيئة الميكانيكية وضعها صعب، فاحنا خرجنا من فتنة، نوقع انفسنا في فتنة اخرى. اثنين، دوامها طويل، من الفرشة للورشة. ما بتنفعش معك يا اهل الديانة والاستقامة، بدك تقننها تضبطها. نغلق بعد صلاة العصر، ايه ها، بدك تعود زباينك يجوك الصبح، او بنفتح بعد العصر مثلا. اما من الفرشة او في تناوب، انت مرة بتروح بدري واللي معك بروح بدري، بدك تلاقي حلول. لا تترك العلم واهل العلم ومجالسة طلبة العلم والمشايخ والدعاء والارحام. شو حضرتك بتشتغل؟ والله نجار. ممتاز، نجار ممتاز. ما وين في المنجرة؟ في فتن نساء ولا في فتن يا شيخ؟ ولا كله نجارة وكله غبرة وكله شباب وزلاب. طب دوامك كيف؟ والله من الفرش للورشة. آه ما بصلح، ما بصلح من الفرش للورشة. والموجودين والله اللي بيصلي اللي بيصلي اشتركين، صح؟ واحد عارف يصلي من هالنجار. لا تصلح. اذا تنبه، في اخطاء هذا الوضوء يرفعها، انت لا تستمر عليها.